سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لذيذ دامي. اليوم إن شاء الله نحضروا بسبوسة رائعة، تجي خفيفة وبنينة بمكونات إن شاء الله تكون بسيطة، ما تاخذ لكمش بزاف الوقت وتستحق التجربة. نبدأ بسم الله على بركة الله. بداية في البول تاعي حطيت كاس ونصف تاع السميد الناعم لا سمول فين، هذاك السميد الاصفر. الكاس تاعي يرفد 220 غرام، انا خديت كاس ونصف. ضفت 80 غرام تاع سكر الكان، عوضوه باي سكر اخر، و 100 غرام تاع الكوك لا نوا دو كوكو غابي جوز الهند، وملعقه كبيره تاع خميره الحلوى لا لوفور شيميك بما يعادل 9 غرامات، ونخلط هاد المكونات الجافه. ضفت 100 غرام تاع الياغورت ناتور، لازم يكون ناتور ما يكونش عنده نكهه. خذوا ان بو هكذا تاع 100 ولا 125 غرام عوض ما نديروا الحليب، وبعدها 80 مللتر تاع زيت الكانولا او اي زيت مائده، ولم بالعقل حتى نجمع العجينه ونوريكم القوام تاع العجينه اللي لازم تحصلوا عليها. هذا هو القوام تاع العجينه، نقدروا نتحكموا فيها وما تلصقش. الان المول تاعي اللي خيرته هذا المول الدائري، خير المول اللي يساعدكم، انا حبيت نعطيها شكل تاع كيكه. بعدها نفرشوها نسطحوها مليح، سهله بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ندخلها في الفرن على 180 درجه، انا خدات لي 35 دقيقه، وهذا يقعد على حسب الفرن. وحضرت ان سيغو باش نشربوا البسبوسه، خديت كاس بما يعادل 150 غرام تاع سكر الكوك لو سوكر دو نوا دو كوكو، ولا ما توفرش تقدروا تعوضوه بالسكر البني او اي سكر اخر. في كاس ونصف تاع الماء وشويه ليمون، خليته غلا واحد 8 دقائق عادي كيما نوجدو ان سيغو. واحد من الاثنين لازم يكون سخون، انا وعندي سيغو سخون ولكن بسبوسه بارده. وهنا نجي نحضر الطبقه الثانيه اللي هي المهلبيه اللي نحطوها فوق البسبوسه. نحتاج الى كاس ونصف تاع الحليب، خذوا الكاس دي ساعدكم، ملعقه كبيره تاع ماء الزهر ونصف ملعقه تاع السكر، ربع معالق كبار تاع النشا لا مايزينا. نحركوا كلش وفي الاخير نضيفوا الجبن، انا خديت هذا الجبن الاصفر، تقدروا كذلك تستعملوا الجبن الكريمي هذاك الابيض ولا الجبن المثلث كيما تحبوا. قيس 40 غرام تاع الجبن، كي تعقد معنا نحوها من فوق النار، ما لازمش تكون عاقده بزاف هكذا باش تسهل علينا المهمه كي نجو نفرشوها فوق البسبوسه كيما راكو تشوفوا. طبعا التزيين يقعد اختياري، خديت شويه فستق شويه جوز وزينتها بهذا الشكل، نحطها في الثلاجه تبرد تماما، ومن بعد نروحوا مع النتيجه النهائيه والتقديم ان شاء الله. دوك تشوفوا البسبوسه يكون عندها هذاك اللون البني لانه سقيناها بسكر الكوك اللي هو بني مع الطبقه اللي الفوق، تعطينا الشكل ولون رائع. وهي بعد ما بردت البسبوسه شلي ديمولي، دوك نقطع لكم قطعه تجي خفيفه وبنينه، وما عندي ما نقول لكم، ان شاء الله تجربوا الوصفه بهذه الطريقه وتعجبكم، وتخلوا لي تعليقاتكم الزينه، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لما اشتركتوش، وتشغيل الجرس مهم جدا باش يوصلكم كل جديد وصفاتي. ما بقى لي غير نقولكم الى الملتقى مع وصفة جديدة ان شاء الله.